قياس درجات الحرارة المعتمد عن طريق ما يسمى بالكشك. هذا مثل ما احنا شايفين هو عبارة عن صندوق من خشب مصبوغ في اللون الأبيض، يبلغ ارتفاعه من سطح الأرض ما بين 1.20 متر إلى 1.50 متر، ويكون مشخل من قدام وكذلك من الأجناب عشان يسمح لدخول الهواء فيه. يحتوي الكشك من الداخل على الثرمومتر لقياس درجة الحرارة. هذا الثرمومتر لقياس درجة الحرارة، كذلك درجة الحرارة العظمى والصغرى. آلية عمل هذا الكشك هو يقيس درجة حرارة الهواء في الظل، فيدخل الهواء من خلال هذه الفتحات ويتم قياس درجات الحرارة. هذا بشكل عام قياس درجات الحرارة الرسمي والمعتمد لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، واللي تتبعه جميع دول العالم.